مساء الخير مستمعي إذاعة لما اف ام، بالحلقة الأولى من برنامج يلا نسافر. أنا لما الصواف حكون معكم كل أسبوع نروح برحلة حلوة ونسافر سوا على بلد جديدة، نتعرف فيها على عاداته وتقاليده وسكانه، وكمان نندقدس عن تفاصيل حياتهم طريقة حلوة مهضومة كتير. Her yürek kayıp verir ağır olur yenilgi kabullenmek zor gelir adı aşk bu hatır değil ki sevmedin sevemedin kabul etmek. صرنا بالحلقة الأولى بلد كتير سياحية وكتير حلوة، فيها عادات وتقاليد غريبة بدنا نحكي عنها لنستمتع ونستفيد سوا. Bilmiyorsan hiç değilse hasrete saygı göster. الجمهورية التركية تقع بالشرق الأوسط على مفترق بين أوروبا وآسيا. تركيا مثل ما بتعرفوا دولة علمانية ما فيها دين رسمي، والدولة تؤمن بحرية الرأي والمعتقدات، بس الدين الأغلب فيها هو الإسلام. تركيا دولة ديمقراطية دستورية حدودية ذات دستور ثقافي قديم، كان حاكمها العثمانيين عام 1922. وأكيد مثل ما بتعرفوا هالمعلومة من مسلسل حريم السلطان يلي صار إدمان عند الكل، وأهم شي السلطانة هيام يلي آخذ عقل هالشباب يعلي عليهم. مناخ تركيا حلو كتير، ليش؟ لأنه دائما بالصيف حار وبالشتاء بارد، وبالأماكن السياحية بيكون رطب ومعتدل مثل ما نحن بندرس دائما بدروس الجغرافيا. سكانها بحسب التعداد السكاني عام 2011 عددهم 74 مليون نسمة، اللهم صل على النبي حوله. هلأ بدنا نحكي عن السياحة بتركيا. هي بلد كتير حلوة، فيها سواحل وشواطئ حلوة وراقية كتير، فيها منتجعات فنادق روعة، يعني كل شي جمال بتشوفوه بالمسلسلات حقيقة. فيها شواطئ كتير كبيرة وحلوة لدرجة انها بتشبه فرنسا بشواطئها. فيها كتير مواقع أثرية وتاريخية، فيها ينابيع حارة تستخدم للسياحة ولمعالجة الأمراض. يعني بآخر فترة صارت تركيا مو بس بلد للسياحة، صارت بلد للثقافة وللصحة. وهلأ رح نحكي عن عاصمتها يلي هي اسطنبول. اسطنبول واحدة من هالبلدان اللي كتير كبيرة ومهمة، مو بس بتركيا، بالعالم كله. يعني تخيلوا انه صنفوها تاني اكبر مدينة بالعالم. رح نحكي ملخص صغير عن الاماكن السياحية اللي بتحبوا تزوروها اذا رحتوا عليها. في جامع سلطان احمد وبيعرف بجامع اسطنبول الكبير، في جامع السليمانية، في متحف صوفيا، مضيق البوسفور،
وورسا، إزمير، وأنطاليا، وكتير من هالقصور والمولات والأسواق. Çabuk seni beklediğim zaman her saniye bir nasıl el ele göz göze dizlerine yattığım zaman. وهلا رح نحكي عن الاسواق تبعها، واكيد الكل متحمس لهالمقطع لانه ما في بنت الا هوايتها شوبينج. بيلاقوا شخصيتهم وكيانهم فيه، دخيلكم كل شيء للصبايا. وهلا السوق بتركيا ما له غالي كتير، يعني عندهم كتير بازارات وكتير أسواق تقليدية مثل الشام فرتشكي. في أسواق رخيصة وفي أسواق غالية، يعني الصبايا اللي بتحب تتسوق من هني ولقت لها لقطات حلوة، رجاء لما ترجعي على بلدك بس انتبهي رفقاتك ما يشوفوا البراند من محل مالك جايبتيها، مشان ما يضحكوا ويعرفوا انك اخدتيها برخيص، لانه البركة شعب روح قلبه المظاهر. هلا رح نحكي عن المسلسلات التركية يلي هي أكثر فقرة شيقة بها البلاد، لأنك كسحت العالم كله، لأنه ما في ولا شاب إلا مفكر حاله مراد على مدار. وأكيد عرفتوه بطل أي تمثيلية، هو بطل مسلسل وادي الذئاب. بس على فكرة هذا المسلسل قصته واقعية كتير وحلوة كتير، يعني تعبانين عليه الجماعة، بس أنا بصراحة حبيت الرينج روفر تبعه، يعني حبيتها لو بيعطوني إياها هدية أنا قبلانة. ويا عيني على مهند ونوح. طب يا صبايا لك احترموا مشاعر شبابنا شوي، ما في ولا صبية بتشوف لي شاب أشقى إلا بتقول قولي على قامته وشو حلو مثل مهند الفرتشكل. طيب والله يعني أمير مسلسل فريحة أحلى، اسمعي مني مو هيك صبايا؟ يعني غيرونا شوي هالمقياس، ارحمونا. في كتير مسلسلات حزينة وكريكات عاطفية مثل حياة وفاطمة وهالغلاظة، بس بدكم الصراحة يلي ما عنده شي يفتح ويتفرج عليهم بيتسلى، فيها طبيعة حلوة ومناظر خلابة وشوية جدوة. ويلا على التوكل. وهلأ صار وقت نحكي عن البطن، لأنه مثل ما بتعرفوا إذا ما كان البطن رايق ومعبى ما رح يمشي الحال. وأكيد عرفتوا إنه رح نحكي عن الأكل. الأكل التركي كتير كتير قريب للأكل الشرقي وللأكلات الشامية. في عندهم محلات شاورما، معجنات، فطاير، وكتير حلويات طيبة، وعندهم كباب وسلطات ومخللات فراريج مشوية. وشكلي ما رح أعرف كمل الحلقة على سيرة الفراريج. المهم بتحبوا البروستد مو؟ يلا منكمل. عندهم توابل كتير ظريفة وبهاراتهم كتير طيبة، بس مشكلتهم انه ما بيحبوا يستخدموها لانه بيحبوا يحافظوا على نكهة مكونات الطعام. يعني الشعب بيحب الطبيعة والهيك شغلات، يعني ما بعرف شو بدي لكم. بس بصراحة اسعارهم كتير غالية بالاكل، يعني في تفاوت بين الاسعار، يعني بتلاقي احيانا الاكل ممكن يكون اغلى بكتير من اسعار منتجات تانية، بس إلا ما يلاقي الواحد محلات خضرة بقاليات رخيصة وبأسعار معقولة. بس أهم شي عندهم الشاي، يعني إذا بدك توجبه للضيف ضيفه شاي وشاي وتقيل وأكرك وعجم ودخيلكم. يعني ماشي حاله مزرب يا جماعة. هلا رح نحكي عن الزواج وعاداته وتقاليده عندهم، لانه بصراحه هذا الموضوع كتير شيق، انا حبيت احكي لكم عنه وجيب لكم عنه امثله بسيطه. هلا مثل عنا الشاب بس يجي على باله يتجوز ويفكر حاله صار خرج جواز، بينكشها لامه مشان امه تبلش تخطب له وتدور له على بنت الحلال. بس تغيرت نمط الحياه والانفتاح صار اكثر بين الشباب والبنات،
يعني هلا هنا اثنين ها على اساس بحبوا بعض حب بريء ها، وبيقرروا يتزوجوا وكتر خيرهم انه اخر شي بيخبروا اهلهم بهالموضوع. بس بالقديم عند الاتراك العرس بيصير خلال 40 يوم وليلة. في مناطق تانية بتركيا العرس عندهم 3 ايام. بأيامنا الحالية صار العرس بس يومين من نهاية الأسبوع، السبت والأحد. هلأ بدنا نتعرف على مراسم الزواج عندهم. بينقسم الزواج بتركيا لقسمين، زواج حديث وزواج تقليدي. هلأ الحديث هو منتشر باسطنبول بالمدن الكبيرة، هو إنه العرس بيتم مراسمه الصبح مثل ما بيحطونا بالمسلسلات، فرد شكل سيارة العروس والعريس المزينة، وعقد القران بيكون بمقر البلدية أو بصالة زفاف راقي. وبعد ما يخلصوا من عقد القران الصبح والعروس متى نزعتوه النهار بالبدلة علي عليها، بياخدوهن على قاعة الاحتفال ويلي هي عنا صالة الأعراس، بيرقصوا مع المعازيم وبيغنوا وما بعرف شو، وبيكونوا محضرين ولائم الأكل وبياكلوا وحلويات بوفيات ودخيلكم فزرت، وبيكون في تصوير للعريس وللعروس يعني تقريبا بيشبهونا. أما النوع الثاني من الزواج اللي هو التقليدي، هذا الموضوع رح يطول معنا كتير، مشان هيك خلوا أذنكم معي لأنه بصراحة قضوة. يعني أنا أول ما بلشت أتعرف عليه بعت لأنه حسيته كله أحمر بأحمر بأحمر. إله مذاق خاص، ولحد الآن في بنات بتضطر إنه تعمل عرسها تقليدي لأنه هذا الشيء ورثته من أمها وستها، دخيلك يا تيتي. لهذا الزواج مرحلتين، مرحلة أولى ما قبل الزواج يلي هي ركزوا معيها قبل الزواج، تتضمن بحث عن عروس وطلب يدها وبيقروا الفاتحة وبتبلش الخطوبة. وبعد ما الأب العروس يسأل عن الشاب تتم الخطوبة. بس حذروا شو، خواتم الخطبة لازم يكونوا نفس بعض ولازم يكونوا مربوطين بشريطة حمر لكدخيل الرومانسي، وغرضهم من الربط انه على اساس يضلوا مربوطين مع بعض طول العمر. بس ما في غير العروس وام العروس هن اللي مسمح لهم يفكوا هاي الشريطة، يعني على اساس انه هي مفكرة حالها رح تضمنه للرجال يا بعدي. كمان الشبكة ها لاحظوا يلي هي الأساور يلي بتلبسها العروس كمان لازم يكونوا مربوطين بشريطة حمراء، وخصوصي فستان الخطبة لازم يكون ملون ودانتين وساتان وأحمر ودخيلكم. وأكيد بيصير وقت تلبيس أهل العروس والعريس النقود. ظريفة هي الفقرة أنا بحبها صراحة، يعني أهم شيء التلبيس والنقود. بعدين بيوزعوا بالحفلات للحاضرين حلويات وشغلات رمزية، وبيتفقوا بيوم الخطبة على تاريخ العرس والمهر وفترة الخطوبة، والخطبة بتكون ببيت أهل العروس، وإذا ما اتفقوا فيهم يفسخوا الخطبة. بس يا جماعة لك بعد كل هالتكاليف هي وهالأحمر وهالشرايط وهالما بعرف شو بتكون تفسخوا. وهلأ صار وقت العرس، ليلة الحناء، الحنة للعروس والحن يا عريس تقبر امك وتتهنى. بهاي المرحلة بيجوا المعازيم وبيوزعوا قطع ملبس، بيجتمعوا النسوان ببيت العروس، وبعد التسلية والاغاني بيروحوا بيشغلوا لها للعروس قال شو اغاني حزينة مشان يخلوها تبكي. طب يا جماعة راعوا شوي شعورها، لك حرام عليكم. وبعدين بيجيبوا الحنة ببلبلوها بمي بقلب الصينية وبيحطوا لها شموع، وبصير يدوروا حوالين العروس مثل الهنود الحمر، وبعدين ببلشوا بيحنوا العروس حسب رغبتها وين بتحب هي تحني. انا هيك بصراحة ما فيني فيتكم فيها. بس احلى شيء انه قبل ما يحنوها بيعطوها مصاري وذهب، قال مشان البركة. يا الله عن جد حبيت، يعني كل دقيقتين في مصاري في ذهب، والله شيء ظريف. وبيكون لون الحنها احمر والعروس بتلبس فستان احمر وكله أحمر بأحمر بأحمر.
تاني يوم بتحط العروس على وشها وش أحمر، وبيجي العريس الأحمر، لا قصدي بيجي العروس العريس، بس أنا تخربطت يعني من كتر الأحمر ضوعت الطاسة. المهم إنه بيرفع لها هالوشاح، وبعدين وأخيرا ببلش الطبل والزمر وبيبلش العرس. تاني يوم صباحية عرسه للعريس، لاحظوها بياخدوه وبيحلقوا له وبينظفوه، وكمان العروس بيحمموها وبينظفوها وبيقلطوها. وبس يخلصوا بيجتمعوا أهل العروس والعريس مشان ياخدوا العروس لبيت زوجها، بيرجع بيلبسوها أحمر، لك والله أحمر عيوني منكم. وبيودعوها أهلها، لك والنهفة إنه بيصافحوها رفقاتها بطرحتها على أمل إنه يتزوجوا. طب خلص أنا بجيب لكم عريس، حموا حالكم شوي. بعدين أهل العروس بيحملوها مراية، يا حذركم ليه؟ أهل مشان تنور طريقة. طيب يحملوها لمبة بيل شغلة بتشعل بالطريق يعني تنور أكتر من المراية. أهل العريس تعرفوا شو بيعملوا له؟ بيزتوا عليه ملبن ونقود معدنية، قال مشان تعمل بركة. لك دخيل الله على هالعرس، كله بركة وملبن ونقود وما بعرف شو وأحمر أهم شي لا تنسوا. بيجهزوا موائد الأكل، وبعدين بهالليلة بيتم عقد قران ديني، وبيقرأوا لهم أدعية دينية عليهم، قال مشان رب العالمين يحميهم. وأخيرا بتروح العروس والعريس لغرفتهم، لكو كمان بيكون فيها أكل يعني حاجة، لك ارحمونا، لك كله أكل وأكل وأحمر وأكل وتوتة توتة خسرت لحد توتة. المهم الله يطعمها لك المشتهي. وهيك منكون خلصنا بلد اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا معي انا لما حكينا شوية معلومات غريبة، حكينا شوية عادات وتقاليد غريبة. لا تنسوا تتابعوني دائما على اذاعة لما اف اي، ولاقوني بالحلقة الجاية وبالاسبوع الجاي ببلد كمان كتير حلوة، ورح نحكي عنها كمان بطريقة كتير حلوة. عم بستنى متابعتكم الي، باي.